رابع، اليوم حنتابع درسنا تكاثر الحيوانات ودورات حياتها. أخذنا في الفيديو السابق أن الحيوانات تتكاثر عندما تكون حيوانات بالغة، يعني الحيوانات الصغيرة ما بتتكاثر. مين هي الحيوانات التي تتكاثر؟ هي الحيوانات البالغة. الحيوانات البالغة هي التي تتكاثر. اليوم رح نحكي عن طرق تكاثر الحيوانات. طرائق تكاثر الحيوانات طبعا موجودة في الكتاب صفحة 42. تتكاثر الحيوانات بطريقتان. أول طريقة الولادة، مثل مين؟ مثل الماعز، القطة، الكلب، تمام؟ إذن طرائق تكاثر الحيوانات طريقتان. تتكاثر الحيوانات بطريقتان، إما الولادة مثل الماعز، القطة، الكلب، والطريقة الثانية مثل البيوض، مثل الدجاج، العصفور، الحمامة. إذن أذكر طرائق تكاثر الحيوانات طريقتان، إما ولادة أو بالبيوض. طيب خلينا نيجي نحكي ماذا يحدث للحيوان عندما يكتمل نموه. إيش رح يصير للحيوان لما يكتمل نموه؟ خلينا نحكي من الأول. لما الحيوان أمه تولده أو يفقس من البيضة، إيش بيكون اسمه؟ بيكون اسمه حيوان صغير. هلا الحيوان الصغير ينمو وبيكبر ويصبح حيوان بالغ. إيش بصير؟ حيوان بالغ. هل هذا الحيوان البالغ بيكون إيش؟ قادر على التكاثر. إذا الحيوان البالغ يتكاثر وبعدين إيش؟ بيزيد عمره ويهرم ويموت. إذا الحيوان لما يزيد عمره رح يهرم ويموت، صح؟ طيب إيش رح يصير للحيوان عندما يموت؟ ماذا يحدث للحيوان عندما يموت؟ يتحلل جسمه ويصبح جزءا من التربة. إذا ماذا يحدث للحيوان عندما يهرم ويموت؟ إيش رح يصير له؟ يتحلل جسمه ويصبح جزءا من التربة. مين اللي بيحلل لي جسمه؟ نوع من البكتيريا. في عندي نوع من البكتيريا هي اللي بتحلل الحيوانات الميتة. طيب ما فائدة تحلل الحيوانات بعد موتها؟ إيش بنستفيد من الحيوانات لما تموت؟ إيش بنستفيد من الحيوانات لما تتحلل؟ بنستفيد منها إنه هاي الحيوانات عندما تتحلل تصبح جزءاً من التربة، وأيضاً تضيف مواد غذائية للتربة ويزيد من خصوبة التربة، ماشي؟ إذن إيش بنستفيد لما يموت الحيوان ويتحلل؟ لما يموت الحيوان ويتحلل بواسطة بكتيريا معينة، لما يتحلل الحيوان الميت يصبح جزءاً من التربة، وبالتالي بيضيف لي مواد غذائية لهاي التربة، وبالتالي بيزيد من خصوبتها، ماشي؟ إذن بيزيد من خصوبة التربة، تمام؟ طيب هلا نفتح على الكتاب. في عندي هنا صفحة 42. طلعوا لي على دورة حياة الماعز. طبعا هنا بكون في عندي حيوان ماعز بالغ. ايش بتتكاثر؟ طبعا بالولادة. لما تولد بدها تجيب لي ايش؟ ماعز صغيرة حديثة الولادة. شايفينها هون؟ هون ماعز صغيرة حديثة الولادة. طبعا حديثة الولادة هون ايش مالها؟ غير قادرة على التكاثر. ايش رح يصير لها؟ تنمو وتكبر وبتصير ايش؟ ماعز صغيرة. والماعز الصغيرة برضو رح تستمر بالنمو، لما تنمو بتصير ايش؟ ماعز بالغ. بتصير ماعز بالغ. طب وين اللي عندي هون بدها تكون قادرة على التكاثر؟ عند حديثة الولادة ولا عند الماعز الصغير ولا عند الماعز البالغ؟ وين رح تكون قادرة على التكاثر؟ هون عند الماعز البالغ، اي مكتملة النمو. طيب نفتح على صفحة يا رابع، صفحة 43. هون بحكي لي عن دورة حياة الدجاجة التي تتكاثر بالبيوض. هلا شوفي، عندي هون دجاجة بالغة. الدجاجة البالغة ايش عملت؟ باضت بيضة. هاي البيضة بترقد عليها يا رابع، بترقد عليها عشان ما داخل البيضة يتكون عندي جنين. إذا عندي هون دجاجة بالغة باضت بيضة، وهاي البيضة الدجاجة رح ترقد عليها عشان توفر لها الحماية والدفء، وما داخل البيضة يتحول إلى جنين وبتضل راقدة عليه لحد ما تفقس هذه البيضة. هون بتفقس والبيضة شو رح يخرج منها؟ صوص. يخرج منها صوص، وهذا الصوص رح ينمو ويكبر ويعطيني دجاجة بالغة قادرة على التكاثر. دجاجة بالغ قادرة على التكاثر. هلأ شوفوا لي، هون عندي دورة حياة الضفدع. دورة حياة الضفدع، طبعا الضفدع يتكاثر بالبيوض. بإيش بيتكاثر الضفدع؟ بالبيوض. طبعا البيوض وين بيوضعها الضفدع؟ في الماء. هون طلعوا تتبع دورة حياة الضفدع. هون نيجي على أول نقطة. هون إيش ماله؟ بيجي الضفدع بيضع بيوضه في البحر، وهذه البيوض إيش؟ رح تفقس. شو رح ينتج عنها؟ أبو ذنيبة. ماذا ينتج عنها؟ أبو ذنيبة. هلأ هذا أبو ذنيبة رح ينمو ويكبر. إيش بده يصير؟ ضفدع صغير. ايش رح يصير؟ ضفدع صغير. طبعا ابو ذنيبه ما إله ايدي وارجل، بس بيكون في إله ذيل، ماشي؟ لما ينمو ويكبر بصير ضفدع صغير، بيختفي الذيل عنده وبينمو له ايدين تنتين ورجلين تنتين. هون عندي ضفدع مكتمل النمو ورح يخرج. طبعا الضفدع لما يكون مكتمل النمو خلص بيبطل يعيش بالمي،
ماشي، وين بصير يعيش؟ على اليابسة، لأنه بتصير عنده رئة متكونة، والرئة وين بتتنفس؟ تتنفس فقط الهواء الموجود على اليابسة. أما أبو ذنيبة ما بيكون في عنده رئة، بيكون في عنده خياشيم بتتنفس وين؟ داخل الماء. ماشي يا رابع، لهون بنكون كملنا درسنا، ويعطيكم ألف عافية.